حورية فرغلي بتتحدث عن تعرضها للسحر بعد مسلسل ساحرة الجنوب. صرحت الفنانة حورية فرغلي بتفاصيل تعرضها للسحر بعد مسلسلها ساحرة الجنوب. وخلال استضافتها في برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي، حكت حورية إنها تعرضت للعنة وكانت طريحة الفراش، ومرضها كان غير معروف ووزنها وصل ل 49 كيلوغرام، وكشفت إنها تخلصت من المرض بعد كتابة عمل لإلها. وتابعت حورية فرغلي إنه العمل كان مكتوب فيه إنه تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش وتوقف زواجها، وهي نفس الأشياء اللي حصلت لها طوال سنواتها الماضية. وأكدت حورية فرغلي إنها أصيبت بالعديد من الأزمات طوال حياتها، وعلقت: حياتي مش سهلة والناس فكرها بامبي من وأنا وصغيرة، وأنا وحيدة وعايشة لوحدي وبشتري كلاب عشان أحس إني محبوبة. كما تطرق حديث حورية فرغلي عن أصعب اللحظات اللي مرت فيها في رحلتها العلاجية خلال السنوات الماضية، وحكت إنها افتقدت نفسها وأصعب اللحظات اللي مرت عليها عن ما قررت إنه تشاهد نفسها مجدداً في المرأة. وتحدثت عن الفنانين اللي كانوا بيتابعوا معها وبيدعموها، ومنها نبيل عبيد وسهير رمزي وصفية العمري ورانيا محمود ياسين ومحمد رمضان. وكانت حورية تعرضت لحادث قبل سنوات أسفر عن كسور في أنفها وتغير شكلها مضطرها للخضوع لعدة عمليات، وسافرت للولايات المتحدة الأمريكية.